والآن سنتوقف مع هذا التحول السياسي الجديد في مسار الدبلوماسية الفرنسية الإيطالية الذي يسعى من خلاله الطرفان إلى تقارب حذر في العلاقات، رغم طبعا الرسائل التصعيدية التي حملها لقاء روما الأخير. بوادر التهدئة وإن وجدت، إلا أن التوتر لا يزال سيد الموقف في العلاقات بين البلدين، خصوصا وأن الصدامات الحاصلة بين ميلوني وماكرون يمكن أن تؤدي إلى زعزعة التوازنات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة بوليتيكو، زعيمة أقصى اليمين جورجيا ميلوني مع توليها منصب رئيسة وزراء إيطاليا أظهرت مساحات اختلافات كبيرة مع الرئيس إيمانويل ماكرون في العديد من الملفات، أبرزها قضايا الهجرة، السياسات الخارجية تجاه ليبيا، كما عادت أيضا لتهاجم الحكومة الفرنسية وتشن عليها العديد من الاتهامات في ملف النزاعات الحدودية وأيضا العلاقات الصناعية الفرنسية الإيطالية. وفق مراقبين مشاهدين لهذه التطورات الحاصلة، فإن الخلاف السائد بين ماكرون وميلوني لا يمنع أن يتفقا في بعض النقاط الخلافية. سننشئ نظاما لتخفيف أسعار الطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطة اعتبارا من الأسابيع القليلة القادمة. سنقوم بحماية الفئات الأكثر ضعفا حتى تتمكن من مواجهة الأزمة الاقتصادية. إذن هذا الاختلاف الموجود لا يمنع وجود نطاق توافقي بين فرنسا وإيطاليا، وخصوصا التحديات الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم اللذان يدفعان البلدين لإيجاد صيغة توافقية وأيضا لإيجاد آلية لإصلاح القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. من يقولون إنهم يريدون مراقبة إيطاليا لا يحترمونني، لكن الشعب الإيطالي لا يحتاج لأخذ دروس من الخارج. المصالح الفرنسية الإيطالية وإن كانت مشتركة في بعض المجالات خصوصا قطاع الطاقة، إلا أن الانتقادات الموجهة من مسؤولي كل بلد للآخر تزيد طبعا من وتيرة التصعيد. بحسب موقع بوليتيكو، العلاقات الفرنسية الإيطالية في المرحلة المقبلة قد تمر بمنحنيات إيجابية وسلبية، ما قد يؤثر على وحدة قرارات الاتحاد الأوروبي.